مطلبي كمتظاهر أنا طبعاً. إحنا اليوم لا يمكن إنتاج الحلول من نفس الطبقة السياسية اللي أنتجت المشكلة، فلهذا إحنا نطالب عملياً بحكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر على أبعد الحدود، تكون شخصيات وطنية مستقلة وكفوءة ونزيهة مشهود إليها بالكفاءة والنزاهة. عمليا يتعهد رئيس الحكومة وكابينة الوزارية بعدم الترشيح للانتخابات المقبلة، وهاي الحكومة تكون عندها مهام محددة اللي هي على رأسها كشف قتلة إخواننا شهداء التظاهرات، شهداء انتفاضة تشرين، هذا يكون أبرز مهامها، وكذلك تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيدا عن المحاصصة الإثنية والقومية والطائفية، وكذلك قانون طيب. انتخابات عادل، وبالتالي هذا راح يجيبنا إلى إجراء انتخابات مبكرة.